بعد التعويم وخفض الدعم والقضاء على السوق السوداء، ايه هي اخر اخبار التوقعات لسعر الدولار والفايدة والنمو في الشهور اللي جاية؟ وايه هي المفاجآت اللي جاية في الطريق؟ شوف الفيديو ده للاخر وهتعرف كل التفاصيل. بانكير، نبض البنوك. كل مصر بقت تتابع أخبار الاقتصاد والدولار والفايدة والنمو والذهب والأسعار والأسواق والسيارات، لأن سنة 2023 كلها ولغاية دلوقتي كانت كلها ترندات اقتصاد وقرارات اقتصادية ومالية، وكلها ليها علاقة مباشرة بحياة الناس والأسعار ومستوى المعيشة والمرتبات وغيرها. وعشان كده الناس بقت فاهمة ومستوعبة اللي بيحصل، وكمان بقت تتوقع اللي هيحصل في الأيام اللي جاية من متابعتها لمؤشرات الوضع الاقتصادي. من أكتر الحاجات اللي بيتابعها الناس هي أسعار الدولار والذهب وسعر الفايدة ومستقبل الاقتصاد والنمو. عشان كده بانكير بيقدم لك تحليل لأحدث التوقعات العالمية عن الاقتصاد المصري، واللي كلها توقعات إيجابية وفيها مفاجآت كمان. بالنسبة لسعر الفايدة في الشهور اللي جاية، في بنك اسمه ستاندرد تشارترد، وده مؤسسة مالية وبحثية عالمية، طلع تقرير مهم عن الوضع الاقتصادي المصري كله في الشهور والسنين اللي جاية، وقال مثلا ان معدل الفايدة في مصر هيتراجع بشكل تدريجي خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية السنة الحالية 2024، وانه من المتوقع انه يتجه البنك المركزي المصري لخفض الفايدة بنسبة بتتراوح بين 3 و5%. طبعا خفض الفايدة معناه ومؤشر مهم على استقرار الاقتصاد بشكل عام وانتهاء أزمات التضخم ورفع الأسعار بشكل كبير، وده طبعا معناه زيادة معدلات الاقتراض للأفراد والمؤسسات والشركات، وده هيصب في صالح الانتعاش الاقتصادي وتشغيل المشروعات وهبوط الأسعار. كمان البنك توقع انخفاض التضخم في مصر ل 25% بنهاية العام الحالي، وده بيفسر توقعاته زي ما قلنا لسعر الفايدة في الشهور اللي جاية. وبالنسبة لمعدلات النمو، توقع البنك العالمي ارتفاع مؤشراته ل 4.5% في الفترة الجاية بشكل عام، وده معناه ان الاقتصاد تجاوز عنق الزجاجة وهزم كل الأزمات والصعاب اللي ظهرت مع أحداث 2023 العالمية، وانخفاض التضخم تحديدا هي اللي يهم الناس بشكل خاص، لأنه معناه انخفاض أسعار السلع بشكل كبير زي ما قلنا. وبالنسبة لمستقبل سعر الدولار، فالبنك العالمي توقع مواصلة انخفاضه أمام الجنيه المصري في الشهور اللي جاية، وهيوصل لسعر 45 جنيه في نهاية السنة الحالية. وطبعا أي انخفاض في سعر الدولار معناه انخفاض أسعار السلع المستوردة بشكل كبير وانتعاش الأسواق وقدرتها كمان في تلبية احتياجات السوق المحلية، وده هينعكس بشكل خاص على أسعار السيارات وقطع الغيار بتاعتها، لأنه القطاع الوحيد اللي بيعتمد على الاستيراد بشكل شبه كامل. وانخفاض أسعار السيارات هينعش قطاع مهم جدا في مصر، لأنه في قطاعات تانية متعلقة به، وهيعيد آلاف من فرص العمل للمصريين واللي فقدوها في ذروة الأزمة. وتوقع البنك كمان زيادة التدفقات الدولارية لمصر في الفترة اللي جاية نتيجة زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة والساخنة وارتفاع معدلات النمو في قطاعات دولارية زي السياحة والتصدير وتحويلات المصريين وقرب انتهاء أزمة قناة السويس، وكل ده بيقول ان الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي والانطلاق. بانكير، نبض البنوك.